والمباراة كانت صعيبة شوية، راه ما كانت سهلة، راه حنا لاعبين مع فريق كبير وداد فاس، والحمد لله اللي تمكنا من الفوز من حتى لآخر الدقائق. الحمد لله الدراري كانوا رجال الماتش كامل، والحمد لله اللي ربحنا، باش حيت باش ماتش صعيب بزاف باش تربح وداد فاس، راه هما تما في مراتب متأخرة، عندهم 21 نقطة وحنا اللي كانت عندنا 16 نقطة باش ربحناهم، يلاه جبنا 19 نقطة، بقات بيناتنا دابا 3 ديال النقاط. وداد فاس وداد الخميسات خسرت حتى هي البارح مع الزمامرة، وتما راه خسروا اليوم، اللي كتعطينا دافع كبير لنحيدوا من هاد الشيء المراكز الأخيرة إن شاء الله، وكنفكروا المباراة المقبلة إن شاء الله مع الاتحاد الوجدي الإسلامي الوجدي إن شاء الله، اللي خصنا نمشيو نجيبوا 3 بوا. وشكرا لهذا الجمهور كبير اللي ساندنا اليوم حتى لآخر دقيقة، وآمن بينا وجبنا البيت حتى لآخر دقيقة في الدقيقة 90. الحمد لله اللي كنوجهوا التحية، وكنوجه التحية للدراري ديالنا اليوم اللي تقاتلوا معنا، واللي كانت المباراة راه ماشي سهلة جبناها، والحمد لله وشكرا بزاف. وكنتمنى ان شاء الله نزيدوا القدام من هنا لقدام، نبقاو نستغلوا هاد الماتشات هادو، هاد الفرص هادو اللي نبقاو نربحوا الماتشات اكثر باش نامنوا الوضعيه ديالنا وندخلوا وسط الترتيب ان شاء الله يا ربي الحبيب، ونحيدوا هاد المراكز الاخيره نحيدوا منها ان شاء الله. وشكرا بزاف، وشكرا لهاد القناه هادي، وشكرا لك اخي. اول حاجه الشكر لله على هاد النتيجه هادي الايجابيه اللي حصدنا في هاد الدوره هادي، لان كانت مهمه تكون نتيجه ايجابيه بالنسبه للترتيب ديال الفريق، وبالنسبه حتى الاجواء العامه اللي كيدوز منها الفريق، لان كانت اجواء مكهربه قبل، كان بعض الاخفاقات لاسباب متعدده، وكنظن بان حتى الجمهور عارفها والمسؤولين عارفينها والمحبين ديال الجمعيه الرياضيه السلويه. الحمد لله بدا كيتجمع الشمل ديال 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 هذا البيت هذا، ان بيت كانوا عنده قواعد واسس ودازوا فيه لاعبين كبار ومثيرين كبار. كنتمنى بان هذه النتيجه هذه هي تكون هي البدايه ديالنا ان شاء الله باش نرجعوا الثقه ديالنا. بالنسبه للمباراه، كما شفتوا المباراه لعبنا ضد فريق وداد فاس تا هو في منطقه مكهربه، المباراه صعبه، حنا جايين من بعد النتائج السلبيه، العامل النفسي كيلعب دور كبير في هذه المباراه هذه، لعبنا حنا على العامل النفسي المباراه اللي فاتت وهذه المباراه هذه، حاولنا ان نخليو اللاعب يبقى مركز بزاف. كي شفتوا سجلنا هدف حتى لاخر دقيقه، هذا فضل من الله ومجهود اللاعبين. وكما كتعرف بان حنا المجموعه عندنا مجموعه يعني قليله، تنحاولوا نلعبوا تقريبا بين 14 ل 15 لاعب، كاينين بطاقات صفراء، كاين دي بليسير، كاين بزاف د الحوايج، هاد العوامل هادي كامله صعبه في هاد المرحله هادي، ولكن الخير الامام ان شاء الله على التكاليف وللجوار، ونرجعوا ديك الترسانه ديالنا اللي ممكن يكون عندنا اختيارات كثيره في المباريات الجايه، باش نحاولوا هاد القطار هذا يرجع للمسار ديالو الجيد. مازال تشوفوا مازال